نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من حصاد الأسبوع ونبدأ بالعناوين. الرئيس يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي للدولة. وزير الري الإثيوبي يبحث مع نظيره السوداني موقف مفاوضات صد النهضة. فلسطين والصحة العالمية تبحثان الوضع الوبائي بفيروس كورونا. الجيش اليمني يحرر مواقع في محافظة الضالع جنوب البلاد. رئيس المجلس الأوروبي يدعو أردوغان لخفض التوتر واستئناف المحادثات مع اليونان. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، آخذا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر. إن رئيس المجلس الأوروبي يدعو أردوغان لخفض التوتر واستئناف المحادثات مع اليونان. كان قد اطلع السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بايات وزير خارجية اليونان نيكوس على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شراء أنقرة نظام دفاع صاروخ روسي. وذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن الطرفين بحثا قضايا إقليمية في منطقة شرق البحر المتوسط. بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلم مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في فلسطين. وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية أنه تم خلال الاجتماع بحث استعدادات الوزارة لمواجهة الأعداد المتزايدة من فيروس كورونا، وأكدت أن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا لأحد. بحث وزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر علي مع نظيره الإثيوبي سيشلي بيكلي موقف المفاوضات الجارية وتذييل العقبات التي تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعي فيه مصالح الأطراف الثلاثة. وجاء قرار استئناف المفاوضات بعد مقاطعة سودانية لجلسات المفاوضات بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على نهج قديم.